في ظل تصاعد التوترات بين إيران وأمريكا، يوصل قادة ورجال دين وسياسيون عراقيون التأكيد على أن العراق لن يكون ساحة حرب لأي طرف، في إشارة ضمنية بطبيعة الحال إلى إيران. وضمن هذا السياق، أكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم عبر كلمة له أمام جموع من مؤيديه على ضرورة تجنيب العراق أي آثار محتملة لحرب قد تندلع في المنطقة، ونوه على أن العراق لن يكون ضمن لعبة المحاور، مشددا في الوقت ذاته أن العراق لن يقف مكتوف الأيدي حيال أي تهديد لأمنه واستقراره. ودعا الحكيم الحكومة العراقية إلى لعب دور الوسيط بين إيران وأمريكا لتهدئة التوتر المتصاعد بين البلدين. العراق يقع في قلب المنطقة وضمن جغرافية الصراع، وعليه يجب أن نكون جادين في تجنيب العراق أي آثار محتملة. فطبول الحرب حين تقرع يغيب العقل والمنطق، والعراق لن يكون ضمن لعبة المحاور، ولكنه في الوقت ذاته لن يقف مكتوف الأيدي أيضاً حينما يتعلق الأمر بمصالحه وأمنه.